الالكالويد ستراكشرال اليوسيديشن، في عندنا الطرق الكلاسيكيه، وقلنا هاي الطرق الكلاسيكيه يعني مزعجه جدا وتحتاج الى كميات، تحتاج الى 20 30 جرام حتى توصل للستركتشر، بالاضافه الى الوقت الطويل سنين بتاخذ. ولكن حاليا عمليه سهله، ممكن تاخذ يوم او يومين او اسبوع يعني. بس المولكولار فورمولا يحدد عن طريق الكومبوزيشن اناليسز، اوجد نسبه الكربون، الهيدروجين، النيتروجين والهالوجين، الاكسجين ما بوجدها بشكل مباشر، وانما العدد مجموع الاليمنتال اناليسيس لازم تكون 100%، المجموع فبطرح 100 ناقص الموجود عندي بظل الاكسجين، لان عمليه الحرق زي ما اخذته بالسبكتروسكوبي هي تحرق بوجود كميه كبيره من الاكسجين. وجود او عدم وجود دبل بوند، دبل بوند ايكوفالنت، لاحظ الفورمولا Ca Hb NCOD، A minus half of B زائد half of C زائد واحد. من خلالها اوجد اذا في عندي كم عدد الدبل بوند او السايكليك كومباوند، لان كل سايكل نعرف انها تساوي 1 دبل بوند. في عندنا الفانكشنال جروب اناليسيز، وهي بنستخدم لها ايش؟ الاي ار، اكتب لكم اياها هنا، استخدم الاي ار في ذلك، بعرف الفانكشنال جروب. وفي عندي طرق اخرى راح نتكلم عنها، اللي هي مثلا البروتون والكربون موجود هنا، اكس راي مثلا ممكن نستخدمها اذا كان عندي المركب سوليد، الان ام ار، البروتون والكربون والنيتروجين، والماس سبيكت اللي هو اللي بيعطيني المولر ماس. بعض الطرق الكلاسيكيه والايزوتوب ليبلنج مرينا عنها وتكلمنا اكثر من مره. ننتقل الآن إلى البيو سينثيتيك بيلدينج بلوك. في عندنا مركبات دائما موجودة، مثلا الأنثرانيليك أسيد، النيكوتينيك أسيد، الشيكاميك أسيد، والميفانوليك أسيد. كل هذه المركبات تم تغطيتها بشكل أو بآخر، وخاصة بالوحدة الأولى أو بالوحدة الثانية. وبنعرف الميفانوليك اسيد كيف ممكن يتكون، والشيكاميك اسيد مرينا بالبروسس تاعته. يبقى النيكوتينيك اسيد. صباح الخير دكتور. يا هلا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. اسف عم بقطع، بس بدي احكي شغلة بسيطة ممكن. اسمع. تمام دكتور، حضرتك جبت لنا الو، الصوت مش واضح، قرب شوي على المايك على التليفون. هيك الصوت منيح؟ كمل يا تمام. حضرتك ضفت لنا العلامات عدة الامتحان اللي هم 9 علامات صحيح؟ وانا قدمت لك صح 100%، شكرا لك على هاي الخطوه. بس انا قدمت لك كويز. لحظه، ما ضفت 9، لحظه استخدمت تم إعادة. هناك من أخذ كسب 6 علامات، هناك من كسب 6، وهناك من كسب 9. تمام. هلأ أنا وزميلتي دانا كان عنا نفس الأسئلة يلي طلع تصحيحهم خاطئ. تمام. وحضرتك رجعت عدت الامتحان، فالمفروض أنه أنا وهي نفس العلامات، فحضرتك زدت لنا نفس العلامات عدت الامتحان صحيح، ولكن انا قدمت الكويز وبعثت لك اياه على الواتساب وبالوقت لاني كنت في المحاضره. نعم. وحضرتك ما حسبت لي علامه الكويز.
ما لا يجوز، مسجلين عندي 11 طالب اللي كانوا موجودين، واللي بعد 11 طالب. شو اسمك انت؟ ديالة. اشوف الاسماء هنا، استنى شوي ديالة أجود حجاب. استنى شوي استنى. ديالة. حمزة مصطفى ما في عندي ديالة، ما عندي، مش من الأشخاص اللي سلموا بالوقت المطلوب، لأنه كل الأشخاص ودوا، كل الطلاب ودوا، بس أنا كان في وقت محدد هم اللي اعتبرتهم، فقط 11 طالب. ورحت نسيت. ألو، دكتور، راح صوتك، ممكن تعيد؟ اوكي، اللي عندي 11 طالب فقط، اها، ديالة مش انا موجودة منهم. دكتور، انا بعثت ديالة لك على الواتساب، ويمكن اول حدا ديالة اجود حجاب. ديالة اها، بتحب اللي ابعث عندي لك خمس نقطة هلا على بالوقت، الواتساب؟ لا بجيب التلفون وبشوف. ما تمام اشوف، استنى شوي دقيقة. تمام يعني ديالة عم بدو، أي ساعة بعثتيها من عندك؟ طلعت من عندك ثواني دكتور. دكتور، طلعت من عندي على الساعة 10:39 بالضبط، ووصلت حضرتك. حضرتك قرأتها، عفوا، قرأتها على الساعة استنى شوي، 5:05 بالليل. لحظة لحظة استنى شوي، خلاص أنت قلت لي خليني شوية ما في أنت مشكلة، شوف. أنا بعثت لك مسج هلأ إنه أنا ديالة عشان تقدر تشوف. في عندي 2 6 2 3. أها صح، إشكالية، بدي أشوف ليش مش ناقلها. أوكي استنى، شو في مشكلة بتكون فيها؟ شوف الوقت وين تبعتيها عندي على الشاشة. صحيح المفروض تكون موجودة 39، هاي الاسم ممكن ضاع لأنه المسج دكتور، عادي ما في مشكلة، لا لا بس يعني هي موجودة، مات كل شيء على، ما بضيع هذا التلفون، منحوس ما بضيع شيء. خلينا أها. نزلها كمان، هي رافضة تفتح عندي، رافضة تفتح عندي، بس الاسم واضح دي. لا ما فيش اسم كاين، لا مبلى مش دكتور، حاطة واضح. اسمي على أول صفحة وعلى ثاني صفحة فوق وتحت. والله عارف، اوكي ما أها رضت تفتح. اوكي خلاص استني شوي بس عشان نسجلها عندي. تمام. بتحب أعطيك رقمي الجامعي؟ مسجل عندي تمام. اعطيني الرقم شوف، اعطيني الرقم الجامعي اللي عندك يا أنسة. 1 2 2 5 7 4 واحد اثنين 2 5 7 4. قادر هلا قدرت اشوف الرقم، بس أها الاصل ما فتحت معي وما كانش في رقم اي شيء. أها، يعطيني الاسم كامل، ديالة ديالة أجود نمر حجاب. اجود واحد، الرقم الجامعي 2 2 5. 4.5 7 4. اوكي كل شيء موجود، وان شاء الله بضيف لك اياها، بتظهر عندك على السيستم.
تمام، شكرا كثير دكتور، يعطيك ألف عافية. في كمان طالبة كانت فيها عندها نفس الإشكالية، أنا لا أستطيع أعرف، واحد بدي لي رقم تلفون فقط، ما في على الورقة اسم، لا هو مسجل اسم، ومعتبر إني أنا بدي أعرف من الرقم، أرقام تلفوناتكم مش عندي الله يخليكم. دائما الواحد بحط رقم الجامعي مش رقم التلفون، في ناس كانوا كاتبين رقم التلفون، طالبة موجود رقم التلفون أستطيع أطوله، ولكن لا أستطيع أن أعرف مين هو، بدي اسم ورقم جامعي. في أي اتصال دكتور، يجب أن تكون هذه واضحة، أرجو أن تكون واضحة. دكتور أنا يعطيك أحيانا ما العافية. بتفتح، ممكن أعرف أشوف الرقم الجامعي على الأقل. شكرا ديالا، خلص حقك دكتور يعطيك دوسي. العافية. دكتور، تسنيم، في طالبة اسمها، لحظة شوي خليني أشوف مين هي. ياسمين سعد نعيم موجودة؟ مش موجودة. مين بيعرفها منكم؟ حدا بيعرف الاسم هذا؟ سامعيني؟ راح دكتور الصوت. سامعينك. أتوقع إني بعرفها، يعني إذا كانت نفس التصميم اللي أنا ياسمين بعرفها. سعد نعيم طيب، عبادي، ما عباسي، قدمت تسنيم عباسي. الامتحان. ياسمين عبادي ما قدمت الامتحان، وودت لي انا ما قدمتش الامتحان، حاولت وديت لها تو مسج انك اتصلي فيي، ما بتتصل، تمام، ما فما في في مشكلة، اتصال يمكن ما الي. عندها إنترنت، يمكن تليفونها خرب، بس ما في هو مشكلة، نتواصل الانترنت معك أكثر. هي ودتي على الايميل، على المسج، على الواتساب صح؟ أها بعثت لها الواتساب، أها المفروض حتى لو ما كانش في ذلك الوقت عندها، بعد نص ساعة ساعة بعد ثاني يوم تظهر، المفروض تظهر عندها المسج. أها تمام، ما في مشكلة، خلاص بتواصل معها إن شاء الله، نحن نوصلها ونخليها تتواصل مع حضرتك، ما في مشكلة. خليها تتواصل معي لأنه الامتحان الفاينل قرب، لا أستطيع، بدي أعتمد العلامات، إذا ما بدها تقدم تقول أنا انسحبت من الكورس، قد تكون انسحبت. تمام، أوكي. والله يعطيك، إن شاء الله خليها تواصل فيه، بدي أساعدك قدر الإمكان، بدي أخلص منهم، بدي أخلص منكم، تخرجوا كلياتكم وأخلص. لأنه بالصيف ما في 411، وأنا مش رايح أكون أصلاً موجود بالصيف. في دكتور عندك لو بعض سمحت، يلا مع السلامة. تحكي الأسماء اللي انضافت لهم، نعم ممكن تحكي نعم الأسماء اللي انضافت لهم الأربع علامات إذا ممكن، ليش يعني؟ ليش؟ بس نتأكد، يعني ايش؟ نتأكد إذا إنه انضافت للجميع. حمزة مصطفى زمرد بشرى رند أريج أفنان رند رند شبول، في رند شبول ورند بطايني، صفاء رندا عصوم، شبول، نعم او رندا رأ رندا اسف رندا شبول، صفاء عصوم، الاء ابو غزالي، أبو غزلة، دكتور ابو غزلي، غزلة، غزلة ابو غزلي نعم، دانيا يوسف وديالا اجود سليمان، لم ها؟ تضاف لها، لم تضاف لانها ما بتظهر عندها على الشاشه لحد الان، بعد تمام دكتور، المحاضره بضيفها ان يعطيك شاء الله. العافية. دكتور، أجود حجاب مش سليمان، ايه حجاب مو سليمان، ديالا أجود حجاب، ديالا اجود، حجاب. بس كتبت الرقم الجامعي بهمني، خلاص، ما في مشكلة. انا بهمني الرقم الجامعي، هي معاناة، انت يعني انا لا استطيع تكون بالشارع واحد منكم السلام عليكم كيف حالك دكتور، والله لا اعرفه، ان مشكله مش لانه ما فيش تواصل بيننا وبينكم، يعني بالكاد الامور عم تمشي معانا، كيف انا اخرج طالب سنه اولى ادرسه سنه ثانيه وثالثه او رابعه، ثالثه ورابعه وما بعرفه ما بشوفوش، وحط يعني بكره واحد منكم بودي لي ايميل بده ريكومنديشن لتر او شيء انه اخذ هذا الكورس كان اداؤه جيد او جيد جدا، كيف انا ممكن اتعرف عليه اصلا؟ فهي مشكله حتكون عندنا.
في المستقبل، وهي مشكلة الآن، من الآن واضح يعني، ولكن بدنا نعمل أفضل شيء ممكن، هذا بنقدر نقدم عليه بس. وبدي أتكلم عن الفاينل من الآن، والفاينل يعني بعد يعني حيكون بيشبه جزء كبير منه الميد تيرم. اولا مالتيبل تشويس، ثانيا الشيء الثالث والمهم، صحيح الكمبيوتر بيعطيني علامه ولكن ساقوم بالاطلاع على اجابات الطلبه من الشاشه مباشره. 38 طالب باخذ وقت، ومع ذلك بدي اعملها، لانه الامتحان الاول لا اعرف ايش اللي صار، ليش الاجابه هنا كتبت هنا، لما عمل شفلينج شو اللي صار بالضبط انا ما فهمته. ومع ذلك حتى ما تتكرر يعني ما تاخذوا نمط سيء، معنا وقت 72 ساعه الله بعين، اخذت تاخذ عمليه 6-7 ساعات تراجعهم مع شخص اخر من الزملاء بكون موجود في جنبي. فأنا همي الوحيد إني أخلص منكم اللي بده يقدم امتحان. في طلاب علاماتهم شوي متدنية، ولكن 25 بإمكانه ينجح من الآن. في عندك الآن 3 شغلات لن أتكلم عنها كثيرا. أولا الميجر إنزيم كاتالايزد رياكشن ديكاربوكسيليشن، اللي هو ماينر يعني الجزيئي بيخسر CO2، ترانس امينيشن انتقال مجموعة الأمين، ترانس امينيشن من جزيء إلى آخر، ميثيليشن إدخال مجموعة الميثيل، كاربون أكسيديشن ريدكشن، كلنا هاي بتتم عن طريق الفاد ناد and soon oxidation reduction، carbon carbon bond formation، وهناك enzymes أخرى قد تكون إحنا ما بنعرفها ولكن تظهر في كثير من العمليات، إحنا ما لسه ما بنعرف الإنزيم اللي بيحولها. وأهم جزء اللي هو هذا الجزء اللي أمامك، البيو سيترسون ديكاربوكسيليشن بايرودكسال 5-فوسفيت BYCH2. لاحظ وين جاي الرنج، بالأصل هي عبارة عن بيريدين عليها CH3 next to OH ألديهايد، وهي هي الفوسفيت يونت 1-2-3-4-5 إن رقم 1، هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5، فإذا كتبت بايرودوكسال 5-فوسفيت. ولاحظ أن الكوينزايم البايرودوكسال هو البايرودوكسال 5-فوسفيت عبارة عن كوينزايم مهم جدا، تتذكر الستركتشر and how it function. بيوسينثيتك ترانسفورميشنز، بدنا نشيل اول خطوه ديكاربوكسيليشن. خذ هنا شايفين هذا الجزء الكيرسر مبين عندكم ولا لا؟ الو فيش نت كنه؟ نعم الصوت واضح ولا مش واضح عندكم؟ واضح دكتور، واضح. واضح. شايفين هذا المركب ولا لا؟ شايفين. بلى شايفين. عبارة عن أمينو أسيد صح؟ أمينو أسيد انتهى إلى أمين. أمين يعني بمعنى آخر فقدنا مجموعة السي أو 2، وهذا هو تكتب هنا باردكس بريدين الديهايد. احنا بهمنا
من هذا الجزء فقط الألديهايد اللي هي هاي المجموعة، وعندي أمين بصير عندهم نوع من الكوندنسيشن، وهذا أخذته في 212 كون إيمين اللي هي الN كاربون دبل بوند. لاحظ كيف السي او 2 بتخرج وبعدين بصير عندي العملية الهيدروليسيس. هاي ما تقولوا انه ما في كتابة، كثير من الأسئلة بالفاينل رايحة تكون the intermediate in the decarboxylation process مثلا، هل هذا المركب او هذا، يعني برسم اي رسم بقول لك هذا هو الانترميديت ولا لا. والرسومات احيانا بكون متقاربه جدا، متقاربه جدا، فبدك تتعود على كتابه الميكانيزم. لاحظ هنا الخطوه الاولى انا ما كتبت الميكانيزم، ال NH2 هاجمت الألديهايد فقدنا جزء ماء فكون الإيمين، فهذه الميكانيزم الخطوة الأولى هي موجودة حقيقة في 212، مسؤوليتك ترجع تشوفها وتأكد منها. فتحول فالأمينو أسيد الديكاربوكسيليشن تحول إلى برايمري أمين، مش هذا برايمري أمين؟ لاحظ ال H ال N وال H out، هنا المركب كما هو مرسوم هل هو R أم S؟ تحسب لي إياه، هل هو R أم S؟ ال NH2 رقم واحد، الكربونيل رقم اثنين، والR رقم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هل هذا الجزء R ولا S الكونفيجريشن للكايرال سنتر؟ احسبوها، انتظر إجابة. هل هذا الجزء R ولا S الأمينو أسيد؟ أيمن موجود؟ أيمن، أيمن سارة، إن مشكلة بالنت معناته. ألو، النت ضعيفة؟ في صوت عندكم؟ في صوت دكتور. مش واضح صح؟ واضح واضح. بس يعني ليش بندع الطالب ما بكونش موجود؟ سارة موجودة؟ سارة وسام، رندا، رندا نعم دكتور. ها؟ نعم دكتور موجودة. طيب لا موجود. طيب هل هو R ولا S الكونفيجريشن على الكايرال سنتر اللي موجود اللي عليه الكيرسر؟ ما في إجابة؟ S. إيه؟ S. واحد اثنين ثلاثة نعم. الذرة هاي شو تسمى حاليا؟ اللي عندها الكيرسر شايفينها؟ CH2 هل هي كايرال ولا لا؟ لا دكتور. نعم مش كايرال لأنه في عندها H، لأنه الـ H عندها H2 لازم تكون أربع مجموعات مختلفة. لما راحت الـ CO2 الـ H هي دخلت مكانها، الـ H هاي بقيت في مكان الـ H الأولى ما تغيرت ستيروكيمستري مبدئيا، والـ H دخلت هنا فيسمى retention of configuration لأنه هاي كلها محكومة بإنزيم.
transamination. transamination. لاحظ ال NH2 تحولت إلى واحد كل، شو صارت؟ إلى كاربونيل. يعني محل ال هاي SB2 SB3 سنتر صارت SB2، وهذه الميكانيزم موجودة أمامك. هذا معنى الترانسامينيشن. الأمين انتقلت من جزء إلى جزء آخر عن سيبريدين. الـ NH2 كانت موجودة على الأمينو أسيد، أصبحت وين موجودة؟ على البيرودوكسال، واستبدلت الأول موجودة هنا، هي أصبحت هنا. وهي عرفوها عن طريق الليبلينج اكسبيريمنت. يعني لو أخذوا N15 من الأمينو أسيد حتنتهي الـ N15 هنا على هذا الجزء. الله بكفي اليوم، الله يعطيكم العافية، لأنه النت سيئة جدا، أنا مش قادر أسمع أي شيء منها.